السلام عليكم. اليوم نروح لولاية قسنطينة، بالضبط في مدينة قسنطينة، اللي نتعرف على المشروع الجديد تاع إحياء الساحة الكبيرة في وسط مدينة قسنطينة. وهذا يعني الشوهة اللي يعني مكان تاع حضارة وتاع ترفيه وتاع تنفس للمدينة تاع قسنطينة بسبب الإهمال ولا مبالاة. مكان كما هذا ترك لعشرات السنين وهو مهمل، يعني خاصة عندما نعرف أن مدينة قسنطينة تعرف اكتظاظ مروري كبير جدا، يعني من ناحية المركبات وكذلك من ناحية المشاة، شيء رهيب. من غير ممكن أن نترك ساحة مثل هذه، نتركها مهملة في مدينة عريقة ومدينة تاريخية ومدينة مهمة كثيرا بالنسبة للجزائر، ومدينة سياحية يقصدها كثير من السواح. من غير الممكن أن نترك مساحة كما هذه مهملة. المهم أنه فيه إرادة سياسية، فيه إرادة، هاي أمور كما هذه تتطلب إرادة سياسية، شيء غير منطقي والله، غير مقبول، غير مقبول تماما. المهم أننا الآن بصدد التفكير في إعادة تأهيل هذه الساحة، كما قلنا تقع في منطقة، في مكان استراتيجي مهم جدا بالنسبة لمدينة قسنطينة. إن شاء الله تكون فيه يعني التهيئة هذه والتجديد هذا المكان يكون بمقاييس علمية وبمقاييس عالمية وبمواد نبيلة، دي ماتيريون نوبل. اليوم راني طلبت عليكم لأنه هذا المكان بالذات شفته واحد عندي لمدة 2-3 سنوات، والله قريب طاحت لي الدمعة كي وقفت ثمبا. المهم إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.